السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم. هرمني حبيبي. جمال يا روح قلبي. ها؟ عايزة إيه؟ عرفت منين إن أنا عايزة حاجة؟ يا ديدة يا ديدة، ده أنا اللي مربيكي. الابتسامة دي وراها حاجة. أؤمري. الأمر لله. أنا حسيت إنك مش حابب أخد الدرس عند الحاج عفاف، عشان كده فكرت إني ممكن أخده في أي حتة تانية. يا فريدة يا حبيبتي، المشكلة مش في المكان، المشكلة في فكرة الدروس نفسها. مين الراجل اللي بيديكوا الدروس ده؟ دارس ولا مش دارس؟ وإشمعنى بيدي للستات بس؟ وإشمعنى بيدي الدروس في بيوت؟ فكري فكري. ايوه طيب طيب انا جاي حالا. هيا خلو، قلت ايه فريده؟ ما انا قلت لك كل حاجه. الموضوع ده مش مظبوط. يعني ايه مش عارفين مين اللي خطف؟ جعفر بيقول انها عربيه جنب من غير نمر. ناس متلاسمين نفذت العمليه دي بسرعه المحترفين لدرجه ما معرفش يتصرف من المفاجاه. ومصطفى عمل اتصالاته؟ لسه ما وصلناش لمكان الطرد في المينا، بس بنحاول نراجع الطرود اللي هناك. لازم توصلوا له بسرعه، واول ما تلاقوه كلموني فورا. ما تقلقش احنا مش مقصرين والله. انا مستني تليفون، مستني تليفون اول ما تلاقوه. واول ما الواد جاب لي الفطير من البلد لقيته سخن. وبيتشرب منه السمنه البلدي وطاجن اللبن القشطه عليه بالراب. قلت لا ما بدهاش بقى. واكل زي دي ما تتاكلش الا وسط الحبايب عشان يبقى لها طعم. بسم الله يا استاذ كامل. بسم الله نينا فطومه. الله، مالكم مكسوفين كده ليه؟ ده البيت بيتكم. معلش يا حاج، اصل احنا مش متعودين نصحى من النوم بدري كده وعلى سمنه بلدي وقشطه وبيض. لا لا لا، الحكايه مش حكايه صحيان بدري واكله تقيله. لينا مش في الفورمه. ايه الحكايه يا جماعه؟ كل انت يا حاج وما تشغلش بالك. اصب لك ميه؟ لا لا، واكتبي الله ما انا هطافح اللقمه دي الا لما لينا تقول لي مالها. هي بس هي قلقانه شويه عشان عمر ما اتصلش بقاله فتره يعني. وطمنا فاطمه. ايه يا جماعه، ودي حاجه محتاجه لمؤاخذه. القلق والهم ده كله اسرع من مصباع علاء الدين. انت بس لمؤاخذه تدوني الرقم بتاع الباشمهندس عمر وانا خليكوا تكلموه فورا. هو ينفع؟ الا ينفع، ده الموبايل ده لمؤاخذه يعني يكلم كل المحافظات وبيكلم اي حته في الدنيا. احنا يا دوب لمؤاخذه نحط الرقم فيه ونطلب واحنا حاطين رجل على رجل، لا نتبهدل في سنترالات ولا صوتنا يعلى ونفضح نفسينا واسرارنا تبقى وسط الخلق هناك. الله، طب ما بتخليناش نكلم اخوك ليه لما المدعوء ده بينفع؟ ما اصل انا ياما. لا 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 يا ست الحبايب. ما هو مش كل المحاميل زي بعضيها. استاذ كامل انت كارت مش كده؟ ايوه. يعني يا دوب يقول الو وقبل ما يرد عليه الاستاذ عمر يكون الكارت راح، انما الموبايل ده لمؤاخذه تتكلمي فيه زي ما انت عاوزه. خرب ربنا كتير، حد يديني الرقم. نينا نينا قولي الو. الو الو الو. محدش بيرد. طب نجرب بالود التاني يمكن دي تقيله شويه. اهو قولي. الو. علي صوتك. الو الو. برضه محدش بيرد. قولي يا عمر. يا عمر عمر. انت يا عمر خليك حنينه.
يا عمر انت بتعمل ايه؟ لا 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 تليل السنايم. على العموم احنا ورانا ايه المؤاخذة يعني؟ احنا نكمل بعد الاكل. بسم الله يا نينا، واضح انك انت مش في المود خالص. ما تاكلي يا نينا، البيض هيبرد. انت تخرسي خالص. هو انا نطقت؟ قولي يا كوكي. كوكي. صباح الفل. يا صباح الفل. ايه يا عم، وشك ولا القمر؟ وشي طبعا، بعد اذنك بس كنت عايزك تسأل على جنب. طيب خدوا راحتك، ما تقلقش يا ست الكل، انا هخلص كل حاجه. بص انا مش جاي اضيع وقتك ولا ارغي ولا اي حاجه خالص، هو سؤال في السريع وسلام سلام. اوكي خير. اهو دلوقتي يعني عمر امبارح قبل ما يسيبك ما قالكش اذا كان رايح مشوار ولا حاجه. ايه السؤال الغريب ده؟ هو مش المفروض ان انتوا الاثنين في اوتيل واحد؟ اه بس يظهر انه روح متاخر بعد ما نمت وخرج بدري قبل ما اصحى، اصل كنت عايزه في مشوار كده. عموما لو ظهر او اتصل هقول انك سالت عليه وعايزه. تبقى عملت معايا احلى واجب. نعم؟ اه يعني تبقى ساعتين يعني. اوكي طيب، في حاجه تانية ولا استاذن؟ لا تستاذني تروحي فين، انا اللي هستاذن. بعد اذنك. اتفضل. قال سبحانه وتعالى لموسى وهارون: بسم الله الرحمن الرحيم، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. صدق الله العظيم. فقال أحد الصالحين وهو يستمع إلى هذه الآية: سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، إذا كان هذا هو عفوك عن فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله، فكيف يكون عفوك عن عبد يقول سبحان ربي الأعلى؟ وإذا كان هذا هو عطفك بفرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري استغفر الله، فكيف يكون عطفك بعبد قال لا إله إلا الله؟ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو. كمل يا مولانا. أنا جوز الحاجة فريدة، ممكن استناها على جنب هنا لغايه ما تخلصوا الدرس؟ بعد اذن الحجات طبعا. اتفضلي يا حاجه فريده، اتفضلي لجوزي. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. معذره يا مولانا، الظاهر اخر حاجه دخلت ما قفلتش الباب وراها. خلاص ولا يهمك ولا يهمك اخوات، بس نزعوا شويه. على كل حال احنا ممكن ناخد بريك، انا ما الحاجه فريده تشوف جوزها، واحنا كمان نشوف معدتك. الاكل جاهز وفي انتظار اوامرك كمان يا مولانا. طيب توكلنا على الله. اتفضل يلا يا حجات، الاكل جاهز وتحت امركم كله. احرج ليه؟ هو الشيخ ياسر بتاعكوا ده ما بيتكشفش على الرجاله ولا ايه؟ ايه خالد اللي انت بتقوله ده؟ ما انت شايف قطع الدرس ازاي لما جيت؟ لانه اتفاجئ بدخولك زي ما كلنا اتفاجئنا. ليه يعني؟ شاف عفريت؟ على العموم انا ما كنتش قصد اسبب لك اي احراج ولا ضايقك ولا اعمل لك اي قلق. انا بتصل بيكي من بدري بس الموبايل بتاعك ما بترديش عليه. اسفه قوي والله ما خدت بالي، بس اصلنا كلنا متعودين نقفل موبايلاتنا اثناء الدرس. ما علينا، انا لازم اطلع المطار دلوقتي لاني مسافر حالا، ما رضيتش اسافر غير لما اشوفك اسلم عليكي. فريده خلي بالك من نفسك. حاضر، وانت كمان، وطمني عليك. لا إله إلا الله محمد رسول الله.